بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم باسمه نبدأ وعليه نتوكل ونطلب منه السداد والتوفيق. هذه الانطلاقة السادسة بعد صلاة العصر، وهي الانطلاقة ما قبل الختامية، وتشاهدون انطلاقة موفقة وكم هائل من البكار اللقاية المشاركات في هذا الشوط. وجائزة هذا الشوط سيارة شفرليه صالون، وتشاهدون الشعارات المرموقة والشعارات الكثيرة على أرضية ميدان الشحانية. فيا هلا ويا مرحبا بجميع الضيوف الوافدين من جميع دول مجلس التعاون وجميع الدول العربية. وتشاهدون اللي انفردت في المركز الأول اللي هي منصورة، تعود ملكية منصورة للسيد محمد بن ناصر بن عوض المنهالي، والنقلة تضميرها عند السيد عبد الهادي بن شير المري، والنقلة على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني اللي الفائز للسيد السيد ثامر بن ناصر النعيمي، وحصل تغيير على المركز الثاني من شعار السيد، هذا شعار النابوذة للسيد محمد بن يمع النابوذة، واسم البكرة اسم البكرة اللي في المركز الثاني هذه لرجل الاقتصاد محمد بن جمع النابوذة اللي انتقلت إلى المركز الثاني اللي هي الطيارة. والنقلة على المركز الثالث اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات اللي انتقلت على المركز الثالث اللي هي ربشة، تعود ملكية ثالث، ولكن حصل تغيير من شعار بن دري انتقل إلى المركز الثالث، يتصارع بن دري بكرة بن دري وبكرة بن شريم على المركز الثالث. يا سلام، ولكن اللي انتقلت على المركز الثالث هاي للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري، وحاملة الرقم 571، واعطوني اسم البكرة اللي للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري اللي هي الدايمة، هو لا دايم إلا وجه الله يا أبو طالب. وفي المركز الرابع من واقع الشعار للسيد سالم بن دري سالم بن حمد بن دري الفلاحي، والنقلة على المركز الخامس هذا شعار السيد عيسى، هذه اللي في المركز الخامس من واقع الشعار للسيد عيسى بن سعيد الخيالي، وهي حاملة الرقم 208، اسم البكرة اللي في المركز الخامس اللي في المركز الخامس للسيد عيسى اللي الكايدة للسيد عيسى بن سعيد الخيالي ملوح، وملوح في المركز السابع في هذه اللحظات للسيد حمد بن في المركز السادس للسيد حمد بن علي بن حنزاب، ولكن حصل تغيير من شعار الخيارين انتقل إلى المركز السادس في هذه اللحظات، وهي حاملة الرقم 118 على ما أعتقد. على العموم هذه تعود ملكيتها للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين اللي هي الدرعية، والتضمير عملية تضمير عند السيد بركي الرشيدي انتقلت في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. بينما المركز السادس هذه للسيد عيسى بن سعيد الخيالي، وفي المركز السابع ملوح للسيد حمد بن علي بن حنزاب المري، وفي المركز الثامن المسك تعود ملكية المسك للسيد محمد بن حمد بن مضحي العامري، وفي المركز الثامن اللي اخطفت المركز السابع اللي في طريقها الى المركز السابع اللي هي ضحى، تعود ملكية ضحى للسيد مسعود بن نايل المري، وفي المركز التاسع هذا شعار سيد حمد بن سهيل بن حفار المري، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر للسيد عبيد بن لحاس العامري. ونعود واياكم الى مقدمة الشوط، ويا سلام يا سلام، المقدمة لازالت المقدمة لازالت بقيادة الطيارة، ويا ترى يا ترى يا ترى بنقول طائرة الطيارة هذه منصورة، عفوا عفوا هذه منصورة، تعود ملكية للسيد محمد بن ناصر بن عوض المنهالي مضمر عبد الهادي بن شير المري. ولكن اللي في المركز الثاني الطيارة في المركز الثاني تعود ملكية الطيارة للسيد
محمد بن جمعة النابوذة. وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات هذه الدائمة للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الرابع على شعار سيد سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الخامس هذه للسيد عيسى بن سعيد الخيالي والدرعية. في المركز السادس السيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين وليالي. في المركز الثامن للسيد محمد بن ساري بن بلوش المزروعي. وفي المركز التاسع هذه شعار السيد مسعود بن نايلة المري. وفي المركز العاشر اللي بالمركز العاشر السيد حمد بن علي بن حنزاب المري. ها هي هذه العشر مراكز والنداء الثاني. ونعود وإياكم إلى منصورة. منصورة لا زالت يحالفها الحظ ولا زال النصر حليف منصورة حتى هذه اللحظات. ويا سلام يا منصورة، وتعود ملكية منصورة للسيد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. يا سلام يا أبو ناصر، روح يا أبو ناصر، روح روح الفطاح إلى وراك وخط النهاية أمامك والشفر له أمامك يا محمد يا بن ناصر يا بن عوضي المنهالي. وأيضا نشوف المضمر عبد الهادي بن شير المري، هذا الشاب الذي تعلق به هذا المساء، ونتمنى التوفيق يا عبد الهادي. وفي المركز الثاني الطيارة، الطيارة في المركز الثاني للسيد محمد بن جمعة النابولة. وأشوف الشعار، شعار بالعرطي أيضا واصل. يا سلام للسيد أحمد بن مسري بالعرطي، والله شوفوا شعار بالنايلة يتسلل يتسلل إلى المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا مسعود يا بن نايلة، يا سلام يا ضحى، يا سلام. ويا ترى بتضحي بالمركز الأول، يا سلام. ولكن شوفوا اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات للسيد خادم، للسيد خادم خالد بن سعيد بن مطر الكتب بن فرحة الكتبي. يا سلام مضمر مضمر أريام، يا سلام. ولكن شوفوا المقدمة ما بين منصورة وما بين ضحى، ويا الشباب يتصارعون على مقدمة الشوط. ويا سلام، والجذابة أيضا واصلة، ولكن منصورة لا زالت، لا زالت منصورة، لا زالت منصورة منصورة. يا سلام، واختلط الحابل بالنابل، وخلاص الأمتار الأخيرة والثلاثمائة متر الأخيرة منصورة. والله والتغيير، التغيير في الأمتار الأخيرة، التغيير اللي طواري للسيد حمد بن خويتم العامري. يا سلام يا طواري، ولا عندها أي طاري إلا طاري المركز الأول. يا سلام يا سلام للسيد سعيد بن مطر بن فرحة الكتبي. وفي المركز الثاني ضحى، والمحاولة الأخيرة من ضحى، ولكن خلاص خلاص الأمتار الأخيرة. تهانينا للسيد سعيد بن مطر بن فرحة على فوز بالشاير بالمركز الأول. وفي المركز الثاني ضحى للسيد مسعود بن نايلة المري. وفي المركز الثالث منصورة للسيد محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. وفي المركز الرابع هذه اللي في المركز للسيد سالم للسيد أحمد بن مسري بالعرطي. وفي المركز الخامس للسيد سالم بن مطر بن حاذ الكتبي. وفي المركز السادس السيد جمعة المركز السادس السيد محمد بن جمعة نابولة. وفي المركز السابع للسيد محمد بن علي بن حنزاب المري. والمركز الثامن للسيد محمد بن ساري بن بلوش المزروعي. والتاسع والعاشر المركز التاسع للسيد حران بن سعودي. وفي المركز العاشر عند لجنة خط النهاية. وتهانينا، وشاهدتم هذا الشوط، شوط شوط بشاير. يا سلام، وهذه هي بشاير تتقدم إلى خط النهاية. هذه لحظات بشاير، وبشرت مالكها السيد سعيد خالد بن سعيد بن فرحة لكتبي. وتهانينا على فوز بشاير، وقطعت والسلامات محملة على ظهر بشاير إلى منطقة الهير، وقطعت مسافة الخمسة كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 8 دقائق 17 ثانية وعشر أجزاء من الثانية. بينما جاءت في المركز الثاني ضحى وما قصرت، وتهانينا للسيد مسعود بن نايلة المري على فوز ضحى بالمركز الثاني. قطعت مسافة الخمسة كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 8 دقائق 17 ثانية و21 جزء من الثانية. وفي المركز الثالث منصورة للسيد محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي. تهانينا على فوز منصورة بالمركز الثالث. قطعت مسافة الخمسة كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 8 دقائق 18 ثانية 18 جزء من الثانية.